لأي شكوى أو اقتراح الرقم الساخن 71-106-111. ما رح تخلص إلى اليوم لجمعة الجاي رح تخلص إيه. بس حلوة كيف إف بعد ما طلع هلا غير انه الريحه يعني ما بينقعد على السبراي بس انه كيف ليه هلا اخذت معك هون وقت بينما بالوقت الاعتصام هيك هون شوي اكثر عم فوت هيك ديتيلز بحط احساس الواحد اكثر بالزياح كيف عم بيعبر على الاكسبريشنز. فيليب فرحات كمان مره انا بدي اشكرك على انك جيت يعني عم تعملنا هالذكرى من حراك طلعت رحلتكم بالاستوديو بس انه كثير حلو هلا بعدني مش فاهم شو عم بيصير بالضبط بس اللي راح يصير انه راح يصير في جزء من الحراك ورانا دائما لنضلنا نتذكر طلعت ريحتكم ورانا بس عم شوف كثير عم بتفوت هيك بتقني يعني ما عم بتفوت بهذه السرعه وبهال هيك العفويه اللي اشتغلت فيها على الجدار مزبوط لانه في وقت اكثر ولانه شوي بتحسه قاسي هو لانه هو بيشبه الشعب يعني بيشبه الواقع يعني احنا انا ما انه مش مفروض الواحد يكذب رح نحكي عن جمعه الجيل الجرافيتي بس شكرا لك وكل العالم مهتم فيك وجمعة الجاي كمان بدي يعني نحكي عنك نتعرف عليك أكثر إنه أنت مين وشو بتعمل ونحكي عن فنك أكثر يعطيك العافية كفي هلا أنا طبعا صرت بغرفة العمليات عم نحكي مع فريق البرنامج اليوم معنا جزء من فريق البرنامج مش كله كمان معنا أحمد أهلا وسهلا فيك وسالي سالي كان عبالة تشوف كيف بيشتغلوا البرامج الاجتماعية كمان دعيناها أهلا وسهلا فيك أنت تعرفت على علي بدريم ماتشر وكان حلمك أنك تشوف برنامج اجتماعي بعد شوي عم نحكي عن كيف شفت الاستوديو تفاجأتي شوي مفهوم يلا هلا بعد شوي بنسألك أكثر عن الموضوع هلا ما عندك ميكرو شباب أهلا وسهلا فيكم وصبايا أرليت كارول علي أنا كثير مبسوط بأنه عم نرجع نعمل الموسم الجديد سوا في بعد جزء ثاني من الفريق منه معنا مرتي يعني مش كلكم رح تكونوا كل الوقت معنا رواد معنا يعني عضو بالفريق جديد أهلا وسهلا فيك رواد ميرسي تمام عرفنا عن نفسك رواد حبيب لا تقرا من رواد مش مكتوبين بس رح كون عم بعد فقرة التوب 5 اللي هي رح تكون مبدئيا كل أسبوعين مرة رح نشوف فيها أفضل عرفنا عنك أنت مين رواد حبيب خريج الاعلام من الجامعه اللبنانيه وهلا عم خلص اخراج كمان ماسترز اخراج ماسترز اخراج باليسوعيه وكثير محمس انه احمل 200 بطيخه بيد واحده فمش هيك انا انضميت لاسره العمل هون بالفيوتشر وكيف ملاقي الجو مبسوط ايه مبسوط وبرنامج متنوع وبننط من فقره لفقره وما بنعرف انت وين رح تكون كل شوي ف دغري نزعتوه خبرتوا اخبارنا كارول شو الوضع؟ دايما بفهم. شو عم نعمل هلا؟ يعني هذا الاسبوع زفان نحن قد ما حاولنا نهرب من القصص يلي صارت اول شيء العاصفه الرمليه يلي ضربت لبنان المظاهرات طلعت ريحتكم يلي عم شو بيقولوا احتلوا الساحات كل الشهر الماضي ما قدرنا بقيوا هن جزء نعم. اساسي من نعم بس خليني اقول للمشاهدين اللي عم بيصير نحن بغرفه العمليات غيرنا لها مفهومه بهذا الموسم من انه بنناقش الحلقه باخر الحلقه لانه صرنا بنناقش الاسبوع احداث حصاد الاسبوع حصاد الاسبوع بالاذن من زميلنا جورج صليبي الاسبوع في الساعه صار هون بقى نحن اللي بدنا نعمله انه بنحكي عن كل الجمعه وكل واحد شو اهتماماته المواضيع اللي نحن بنعتقد مهمة أو لازم نضوي عليها أكثر بتصير بأول الحلقة وبتصير بأول الحلقة ورح نعطيها تقريبا شي 20 دقيقة هلا رح نعمل هيك مثل عم مصغر شو هي المواضيع اللي ممكن نحكي فيها أو بنعرف نحكي فيها أو بنحب نحكي فيها من بعد هالجولة بالأسبوع بتكون في الفقرات المعتادة تبع البرنامج وآخر شي في عنا هو اللي بنسميه سيجنتشر سيجمنتس أو الفقرات يعني الخاصة فينا اللي نحن مخترعينها أو مبتكرينها كمان رح يكون في أربع فقرات اللي هن Meet my friend رح نبلشها الليلة no. Meet my friend Top 5 اللي هي كنت أنت مش حابة كون صديقي نحن أوكي في عنا مشكلة Meet my friend هي الترجمة لأنه friend على الفيسبوك كلنا صرنا نعرف ترجمناها كن صديقي مش شكلها حلو تقيلة كن صديقي تقيلة يعني طب حدا عنده غير اسم زكي خيرية كن صديقي ايه عنده حدا لك هالأحمد يعني انه Meet my friend He's my friend مش انه كن صديقي شو بنمشي فيها بالانجليزي يعني ميت ماي فريند فيها الترجمه ما تكون حرفيه ايه مثل يعني مشوا معي او تعرفوا
لا مش معي لا ما هي ميت ماي فريند، هي فكرة ميت ماي فريند، هي فكرة ميت ماي فريند لازم حدا يبعث لنا فيديو. هلا اليوم في عنا ميت ماي فريند، هلا بعد شوي بتتعرفوا عليها شوفوها، بس إذا عبالكم تعرفوني على شخص أو تخلوني أعزم شخص لعندي على الاستوديو لا أتعرف عليه، فيكم تبعتوا لنا فيديو تصوروا حالكم على التليفون تقولوا لي زافين بدي إياك تتعرف مثلا على أحمد مثل ما اليوم عملت أخته لأحمد، تتعرف على أحمد لأنه أحمد عمل هيك، أنا بشوف هذا الفيديو وبنتصل بأحمد وبنعزمه. هذا ميت ماي فريند، كن صديقي اللي مش عاجب الفريق راح نسميها ميت ماي فريند. الفقرة الثانية هي أنت من وين، الفقرة الثالثة توب فايف، والفقرة الرابعة دريم ماتشر. إذا بدكم تاخذوا تفاصيل أكثر عن هالفقرات فيكم تفوتوا على zavainonline.com تشوفوها، لأنه هلا ما عندنا وقت أبدا نحكي عنهم. فوتوا على zavainonline.com وشوفوا الفقرات وبتعرفوا عنها أكثر، وابتداء من جمعة الجاي بنحكي فيها أكثر. خلينا هلا نعمل جولة الأسبوع، حصاد الأسبوع. كارول كانت بالتحرك طبعا عشان صار سيء، كان النهار اللي بدها تنزل فيه هو نهار العاصفة الرملية، نزلت وخلينا نشوف سريعا المشاهدات. ضد الفقر وضد الجوع، ضد الفقر وضد الجوع، ويا شعبي ومو طالب، ويا شعبي ومو طالب، من دلوقتي ما بتتحقق مطالب، ما بتتحقق مطالب. هيدول احتلال، هل مش نواب؟ هلا على طاولة الحوار عم بيقولوا انه السنه اتحد مع الشيعي، والشيعي اتحد مع المسيحي، والمسيحي اتحد مع الدازي، كيف بدنا نرجع نقسمهم؟ نحن الشعب هيدا بعمري ما نزل، مين بده ينزل؟ اهلنا الكبار اللي شاركوا بالحرب الاهليه مش رمين حرب مثل قاعدين هونيك بالمجلس. دعانهم دفعت 18,000 حق البيت، دعانهم دمت وجبت معي 3 كيلو بندوره جبليه. دمهم والله حسوا دمهم. بدنا ايانا نهاجر؟ ما رح نهاجر، طويل على رقبتهم. هي بدنا نهاجر، كيف بدنا نهاجر؟ معنا مصاري نهاجر؟ بدنا نروح بالقوارب يا بنموت من هيك. هدول عم بموتوا. يا للعار ويا لا لا ما في شيء، كملوا 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 كملوا. إذا جربت بعيد غير إنه وأنت كنت مشاركة يعني كمواطنة وكلبنانية، بس هون كنت كان معك الكاميرا، هيدا الفرق، جربت تشوف الشيء اللي ما بينشاف عادة بالتغطيات المباشرة، شو انطباعك يعني هيك؟ يعني دائما في ابطال للساحات زفان، رح اقولها بطريقه مقتضبه، يعني في ابطال، في الناس يلي بحمسوا الساحه، في الناس يلي واللي بيكونوا ورا، بيكونوا ورا مثلا مثل هيدا اللي كانوا عم بيحكوا مع بعضهم، هيدا من صيدا وهيدا من سيد البوشريه، ما بيعرفوا مع بعضهم، وهيدا اول مره يمكن كانوا ممكن يتلاقوا باي ساحه. في البياع البوزه اللي بيكون واقف على طرف، بس شو يعني الانطباع، شو الحس، شو الشعور اللي اعطوك اياه؟ اعطوني شعور مش بهيدا النهار، هيدا النهار كانت العاصفة هي الشعور الطاغي عندي، بس بخلال مشاركاتي عطوني شعور انه بعد في عندي امل، عرفت؟ انه انا كل واحد منهم عم بيشارك لسبب، انه هول اصحاب اللي انا بس انت ما بتوافق يعني مع عبيد وباشا؟ شو؟ انه بلا في 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 مبالغة، بس تحت بالساحة في التقاء، بلتقي انا وياهم بكثير من النقاط. انا بس لانه ضيعت الماك تبعي بطلت اعرف ايه الماك تبعي. الموضوع الثاني عوده المدارس، اي انا تابعته هالجمعه اكثر من زلت، يعني في كثير اشياء شغله بالي اللبنانيه عم يعني بيتحركوا برا، بس بكل بيت في مشكله الاقساط المدرسيه، يعني دائما بشهر ايلول عوده للمدارس الناس بيكون مشغول بالهم في زياده او ما في زياده، يعني عم ينقال في زياده بس يمكن ما تتحدد هلا، عم بيقولوا بالقانون الثاني لانه المدارس تعمل موازناتها يمكن يصير في زودات، بقى القصة الاول يمكن لا، يعني هلا الواحد اللي عم يحط ابنه بالمدرسه يعني ما بنعرف اذا في زياده او لا، لا هو مش عارف، حتى المدارس مش عارفه قديش رح تزيد، كل سنه نسبه الزياده بتختلف عن سنه، طيب خلال الخمس سنين على القرطاسيه والكتب يعني حدث ولا حرج، كثير ما زادوا فيها صوتات، بس على بالي اعرف بخلال خمس سنين صاروا زايدين 50% على الاقساط حسب الدراسات. انت اشتريت الكتب؟ اشتريت الكتب والقرطاسيه، القرطاسيه لوحدها يعني تفاجات 277,000 بين دفاتر وكلاسترات وراء كلاسر وقلم، يعني انا عندي ولد واحد عمره 12 10 سنين. انا عندي ولد واحد، يعني اللي عنده ولدين او ثلاثه ما بعرف كيف بدها تكون السنة. نعمل موضوع او
معقول زمان الجامعات كمان عم تزيد يعني بشكل مش بس بالسنه بالسمستر عم تزيد الجامعات. انا ما بعرف اذا الجامعه اللبنانيه يمكن السنه الماضيه كان في مشروع بانه يزيدوا اقساطها كمان. ما لهلا ما. طيب لجان الاهل وين دورها هون؟ كمان مفهوم هلا لجان الاهل لها دور كبير بس للاسف انه مش عم يلعبوه، لان لجان الاهل هي بتشارك بوضع موازنه المدرسه وبتوقع عليها، بتطلع على المستندات، بتطلع على كل شيء، ولها دور بقصه الزياده. بس للاسف حتى وزير يعني كان عم يحكي هذيك مره انه في كثير لجان مش عم تقوم بدورها كما يجب بالمدارس. بموضوع ثاني كمان هالجمعه كلنا حكينا فيه، صوره الطفل السوري، يعني هالصوره المؤثره على الشاطئ التركي. إيلان شو؟ موضوع كثير يعني مثير للاهتمام، لانه يعني كثير ناس انأذت بهالسنين يعني، بس ليه دائما نحن مرات بيصير صوره هي اللي بتحرك الشعب؟ دائما في صور الايقونيه 100%. يعني هلا بعدني عم بعمل شويه ريسيرش من زمان، قصه محمد الدره يعني هذا الصبي اللي تصور كيف هو بيحكي من زمان انه هي بالنسبه لعلي انه هذا شيء من التاريخ من زمان. يعني هي قد ايه عمرها القصه؟ هي قدامي كان عمرك سنتين وقتها. لا بس في قصص شغله صور ايقونيه بتصير. نحن دائما بنحكي عن الصور، بتتذكري كارول كنا عم نحكي قبل يعني قبل ختام الموسم الماضي عن صورة الطفلة السورية اللي فكرت الكاميرا سلاح وحكينا كمان مع المصورة واللي روجت الموضوع. بس أنا أكثر شيء اللي بستحي فيه بهذه الصورة، وفرجوني كيفها والسكرينات أربع خمسة حد بعض، أكثر شيء بستحي فيه بهذه الصورة أنه أنا تأثرت لأنه أوروبا تأثرت. يعني العالم بدأت تتأثر بهذه الصورة لأنه أوروبا تأثرت، لأنه أوروبا بكيت، مع أنه في شيء نص مليون سوري يعني ضحية الحرب بين قتلى وجرحى، وما بدنا نحكي عن النازحين. معلي لانه اوروبا ما تاثرت فيه ونحن كعرب ما لازم نتاثر. يعني انتم رجال البرنامج كثير هيك قلبكم انه انا كثير يعني كثير هيدا الصبي بفهم بفهم بس انه انا كثير اربكتني هيدي الصوره من باب انه ما في نص مليون بس في صور لازم تغير التاريخ. يعني هيدا لو ما اتخذ له هيدي الصوره ما كانت يمكن فتح باب اللجوء مثلا. بس هيدا ما غيرت التاريخ، هيدي الصوره لازم تغير التاريخ مش لازم تفتح باب اللجوء. هيدا جزء كيف؟ لا مش الشعب السوري ما لازم يكون لاجئ، الشعب السوري لازم يرجع السلام لسوريا. طيب بس على القليله قصه لإيلان توصل للعالم. يعني هذا الصبي انا هيدي الصوره انا كثير ضيعتني وعبالي ما بعرف نحكي عنها بشي طريقه. بس كل العالم عم يحكي فيها، قد ما فيكم انتو كمان حطوا هيدي الصورة واستخدموها، وخلي عن جد هيدي الصورة تكون محطة لتغير يعني مسار الحرب بسوريا. عنا موضوعين كتير مهمين عبالي نحكي فيهم بالحلقة المقبلة، قصة أول مأزونة برام الله، ثالث مأزومة بالعالم العربي، وقصة البابا عم بخفف من إجراءات الطلاق. هو فرانسيس نعم هاي المأزونة نعم أول مأزونة برام الله. نعم. بحب أعرف شو موقف دار الفتوى من هذا الموضوع بلبنان، ليه ما عندنا كمان مأزونة بلبنان؟ وبخصوص الفاتيكان وتغيير إجراءات الطلاق وتسهيل الطلاق ليكون يعني أسهل وأسرع، كمان شو موقف بكركي؟ يعني يبدو في حركة إصلاحية بالأديان بالوقت اللي نحن المجتمع اللبناني يعني مثل ما كان عم يحكي قبل شوي كمان بالقيم عم نرجع لورا، هالحركة الإصلاحية إن كان يعني بالكنيسة أو ب يعني حتى تحرير عم بتقول انه هي تفاجأت اسمها تحرير الصبيه المأذونه بمجلس القضاء الاعلى الفلسطيني. احكوا لي قالت انت جربتي تحكيهم شيء لدار الفتوى؟ لا بعد بس اخذت كل المعلومات وراح اتواصل معهم بهاليومين. بركي بنحكي عن هذا الموضوع، لماذا لا يوجد مأذونه بلبنان وشو بقى شو عم تفكر؟ خورية لا بدنا خورية تصلي بالكنيسة تتجوز. بدنا خورية ايه تجوز، احنا معنا خورية تجوز. بس خورية بمعنى انه مرت الخوري. لا خورية. بس انا بدي اسال الكنيسة اذا رح تلتزم بقرار الفاتيكان، لانه الفاتيكان قال بقصة الطلاق. بقصة الطلاق لانه حتى الفاتيكان قالت انه الكنيسة ما لازم يكون عندها هيدي الهوبرة بالمظاهر، وبعدنا عم نشوفها ما تطبقت بكل الكنايس، وعم بحكي عن لبنان. نعم. هل الكنيسة رح تلتزم كمان؟ هذا السؤال انا بحب خلينا نشوف مين بيقترحوا، يعني ما فينا نحن ننقي. بعتقد نتواصل معهم. عنا اليوم 11 أيلول، ما فينا ننسى بما أنه كارول عم تغير التاريخ، 11 أيلول من 14 سنة تغير تغير وجه التاريخ بهجمات 11 أيلول بالولايات المتحدة. ثابت أنه محمد حجازي زميلنا اللي اليوم مش موجود معنا هو بنيويورك. مرحبا محمد، خلينا نشوفه سوا. محمد معنا بالسكايب. محمد
بارك لك وبارك لفريق العمل الجديد والقديم عن الحلقه الاولى من الموسم الثاني من باتوسير، وبوعدكم انه الاسبوع الجاي بكون معكم بالاستوديو. اما اليوم فانا بمدينه نيويورك وتحديدا بموقع جراوند زيرو اللي هو الموقع اللي سقط فيه برجين مبنى التجارة العالمي عام 2011. مثل ما بتعرفوا اليوم الذكرى 14 لهيدول الاحداث. كان في عدة احتفالات صباح اليوم بالولايات المختلفة، منهم ولاية نيويورك اللي انا فيها اليوم، وولاية بنسلفانيا، واكيد بالبنتاغون. هن المواقع الثلاثه اللي صار فيهم احداث سقوط طيارات يوم 11 ايلول 2001، واكيد بال 2001 سقط اكثر من 300 ضحيه لهيدي الاحداث، معظمهم من الابنيه، ولكن منهم كانوا بالطيارات وفاير فايترز وبوليسمن. طيب محمد قد ايه الساعه هلا معك؟ محمد قد ايه الساعه؟ راح هذا السكايب يا الكونكشن من عندنا يا الكونكشن من نيويورك. انا بقول على الجراوند زيرو ما فيش. محمد خليني ارجع اجرب. محمد على كل الاحوال هلا لازم تكون ضريات بامريكا، المجتمع المدني بامريكا، بما انه عم نحكي عن مجتمعات مدني، والسلطات الامريكيه حبت تحتفل السنه بالذكرى ال14 للهجمات بانه اعلنت هذا اليوم هو يوم اليوم للتذكر، انهم يتذكروا الذكرى، وايضا يوم لشو؟ يوم للتذكر واليوم للخدمه المدنيه. خلينا نشوف هالفيديو اللي عملته جمعيه 9/11 للاحتفال بهذا اليوم. I was born on 9/11. September 11, 2001. 3:39 in the morning. My name's Hillary. I was born, I think, somewhere around 2 o'clock in the afternoon on September 11th, 2001. In Norwalk Hospital. I know a lot of people who go to my school and lost their parents or other family members in 9/11. I would hope people can realize how much the world has grown, how things can transform. I like looking for the best in things. If we all do good deeds on 9/11, it'll add up. Doing something good makes me realize I have the power to change things and that there's really nothing stopping me. It's sort of become a part of who I am. I was born on 9/11. This 9/11 day, remember to do one good deed. Hey, Carol. هيدا الفيديو اللي شفناه زفان هو فيديو لاطفال هلا صاروا يعني عمرهم 11 صار عمرهم 14 سنه، هول ولدوا بتاريخ 11 ايلول بمدينه نيويورك وعم بيحكوا عن تجربتهم وعم بيحكوا انه عملوا خير بهيدا النهار ليتذكروا. وقبل ما ننتقل انا حابه انتقل لموضوع ثاني كثير لفت لانتباه زفان، اللي هو قرار القناه الفرنسيه تي اف بانه تستغني عن المقدمه الاشهر على شاشتها. الله لا يعطيهم العافيه. كلير شازال. لا انا يعني رايي بستغربه، حتى عم فتش على صورها على جوجل حلوه، يعني بعدها امراه جميله، يعني حتى لو كبرت من العمر وحتى يعني طبعا ما بين اختيارها. لكن بدي اسالك سؤال، انا بحكي اذا بدهم هن يقرروا انه ما عم بتجيب بقى نسبه مشاهده، هل نسبه مشاهده الاخبار لانه مذيعتها حلوه ولا انه انتم اخباركم يمكن مش راكبه بمطرح من المطار؟ هلا هن اخذوا القرار التأفاق انه بدهم يشيلوها يعني باكتوبر لانه نزلت نسبه المشاهده 6%. صحيح. سبقتهم فرانس دو. ايه شو ليه شو المشكلة؟ راح تسبقهم على فرانس دو. ايه لا انا برأيهم انه شو بس التلفزيون ما لازم يلحق نسبة المشاهدة. لا اكيد بالأخبار. لازم هو يقرر نسبة المشاهدة، لازم هو يعليها نسبة المشاهدة، مش يستغني عن شخص عنده خبرة تلفزيونية كثير مهمة. إلى 24 سنة بالقناة يعني مش نهار واثنين. يعني. طب وأنا صار لي 25 سنة على التلفزيون. ما أحلاك شفت إنه يعني هي بالأخبار عنه. مش عم تقدم برنامج ترفيهي في حدا عم بيطلع يرقص ويغني بالهيدا تقول إنه قطع عليها الوقت، إنه فيها تكون فايتة بالسوشيال ميديا، فيها تكون عارفة إذا هلا صار المعيار عندنا بلبنان. على كل الأحوال هي صار لي يعني بلبنان مثلا دولي غانم وهي أكثر شخص بلكي لأنه منا إن بالسوشيال ميديا، أو سعيد غريب هن أكثر ناس يعني
ضاينوا اكثر ناس موجودين على الشاشه اليوم واكثر ناس يعني خبرتهم حلوه. دولي غانم ما بقى يعني بوجه لها تحيه وكثير بحبها، وكمان لسعيد غريب، هن عندهم رقم قياسي اكثر من كلير شازال، بس بنفس الوقت هذا بيطرح السؤال انه العمر على التلفزيون. عم بسمع دولي بطلت على التلفزيون نهار واحد بنهاركم سعيد، وهي الجمعه ما شفناها خلال تحركات طلعت رحتكم. فريلانسر وهي ما بدها فريلانسر، لا لا كانت خروجها من المؤسسه، كان صعب كثير خروجها من المؤسسه. بنوجه لها تحيه وبنقول بنحبها، واذا بطلت على الشاشه اكيد رح نخسر شوفتها، وان شاء الله هيدي تكون اشاعه وتضلها على الشاشه لانه الال بي سي منوره. بس صار معيار، شو المعيار المذيع الشاطر؟ المذيع اللي عنده كثير فولورز على التويتر وفيسبوك وانتر اكتف معهم، ولا المذيع يلي يعني ما هي هون بترجع بتفوت بدوامه كمان محطات تلفزيون، كيف عم بتفكر المشاهد كيف عم بفكر؟ علي انت شو رايك بالموضوع؟ انا برايي هي هيك قصه طلعت اشاعه على ليه سوا بال اقالتها او عزلها عن الشاشه. ما بعتقد انه عن جد ممكن يعملوا هيك مع حدا عنده هاي الخبره، لانه عم تنزل نسبه المشاهده. بس بيعملوا اسوء من هيك، يعني بيعملوا لها ليه؟ فيهم يعملوا اسوء من هيك كمان، انه بجيبوا واحد يعني بجيبوا واحد يعني مثل ما قالوا الزملاء انه يعني هاي نشره اخبار، يعني ما يعني منا انت شو اكثر موضوع لفت لك نظرك هالجمعه؟ في عنا خبرية الايفون 6 يلي نزل اول امبارح 9 شهر 6S ايفون 6S يلي نزل هلا كل الناس عم تحكي فيه بعدهم من السنة الماضية لهلا رجعوا فاتوا ابل بمودة التكبير، كانوا دايما هن مصرين على التليفونات والايباد الصغار، هلا نزلوا ايباد اكبر ايباد بنزلوه من 6 سنين لهلا الايباد برو، نزلوا ابل بنسل يعني هلا عم نحكي على اللابتوب منك ابني هلا رح يطالب فيه الليله. شو رايك هذا الابل بنسل 13 انش؟ لا انا لقيت انه يعني خاصه شو الجديد الكاميرا، سرعه التليفون كاميرا احسن، يعني كاميرا افضل بكثير، صرنا نصور 4 مرات اتش دي، وصلنا بال4K، يعني وصلنا لمحلات كاميرا سينما صارت موجوده بالتليفون صغير، وصار في عنا تليفون سريع، صارت الناس اللي بتحب السيلفي فيها تاخذ سيلفي بالعتمه ويدور تليفون، صار في فلاش للسيلفي كمان. عم نحكى على قصه الطعجه انه بيطعج وما بيطعج، بطل يطعج، حلوها للمشكله انه غيروا نوع الالمنيوم اللي عم يستعملوه ليعملوا الكفر تبعه، صار من نفس معدن التيارات. وانت علي شو رايك؟ وزارة التليفون زهر بموضوع الزهر؟ زهر نزلوا لون جديد زهر. وبموضوع القلم؟ القلم يعني اتس بموضوع تجريبي جدا، يعني هلا في شيء قصه طلعت انه ستيف جوبز من لما اول ما نزل الايفون كان فخور انه هيدا اول تليفون حننزله ما عم نستعمل فيه القلم، وكان عم يتمسخر عند الشركات اللي عم تستعمل فيها القلم. هلا نطروا لميت للزلمه يعني نطروا لميت. هلا يمكن عندهم يعني هلا هن هون يمكن عم لانه عم يتوجهوا بالقلم للفنانين اكثر من انه هيدا قلم تستخدم التليفون فيه، هو اكثر للرسم. وما بيمشي القلم الا على الايباد برو الجديد الكبير. ايه يعني الايفون فينا نستعمله بعدنا عادي على التاتش، ما رح نستعمل القلم للايفون، وبعدهم على كلمه ستيف جوبز انه القلم منه للتليفونات. بس هو اكثر والايباد صار اكبر، هو الايباد كان رح عم بموت. لا بعده لانه الايفون التليفون يعني غير ما اخذ دوره للايباد، لشو بدي الايباد غير انه ايبود مات مثلا؟ الايباد كان بعتقد يعني على طريق الزوال، هلا عملوا له شو انه صار اكبر؟ صار بعده صار في 3 قياسات وصورته انقب كثير ومخصصه للمصممين. طب اي تي في شو عم بسمع؟ اي تي في ابل تي في كمان هي خدمه عم نجرب بعدها ما كثير عم تقدر تفوت فيها على السوق، بعدها عم يجربوا انه يقدموا محتوى، يعني انت بالبيت حيبطل معتاز انه انت يكون عندك ساتلايت، حيبطل معتاز انه انت يكون عندك اشتراك، يعني بتشتري هاي المكنه بتشكيها بالتي في وبتعمل ميرورينج شيء هيك على التليفون، بصير تليفونك كله على الـ على الـ على الـ على التي في عندك بالبيت، شو ما بدك تحضر موفي اي تشانل بدك اياها بتحط على التليفون انه بدك اياها وخلص يواتش. بتجيب الريموت كنترول يعني كلين مبرمجه انه يكون فيها محطات متعاقده مع محطات معينه امريكيه، بيطلع لك محتوى خاص لك لانه عندك علبه الابل تي في 100%. وبالبيوت ما في يعني انا بالبيت اللي في ما في ساتلايت، عندهم هيدا الابل يعني بالمختصر شغلتها هاي الابل تي في انه تلغي الساتلايت وتلغي الاشتراكات الكيبل يلي هن دارجين بامريكا.
وهي بس هيدي بدك طريق الانترنت 4G مش هاي يعني هاي عم تستعمل الانترنت كوصيلة ايصال المحتوى بدل الساتلايت وبدل وهيدي ما يعني ما في امل تمشي عنا يمكن من هلا ل لا لا اذا كتقنية بتمشي بس تقنية منا بدك سرعه انترنت يعني بده يشتري ابل تي في بلبنان بيشتريها تيوصل كل الات الابل عنده اياها بالبيت تحضرها على التلفزيون وغير السرعه اكثر من ما في يعمل نحن عندنا السرعه صار بلبنان لتمشي الابل تي في بس بعده المشكل هو الباند انت غيرت رايك بالابل او بعدك ضد بعدني ما يعني انا مشكلتي مع الابل انه هن بيفكروا حالهم شيء كثير مهم انا مثل يعني هن عادي يعني اوبشن مثلهم مثل غيرهم نحن تقريبا وقتنا خلص لازم توقف هلا مع علين رح نلغيه رح نكفي فينا نلغي علين هيك بنلغي رح نكفي مع فيليب جامعة الجي واو شفت يا بدي اقول لك واو حلو من كفة جامعة الجي شاء الله تكون خلصت لجامعة الجي فيها شيء معاني دينية أو حلو هلا لازم نحكي الفقرة اللي بحب أعرفكم عنها هي meet my friend شو يعني meet my friend يعني أنتوا قاعدين ببيتكم تصوروا حالكم تعرفوني على شخص بتحبوا إنه أتعرف عليه مثلا خلينا نشوف هالمثل اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام وما كنتوا عم تحضرونا ان كنتوا بلبنان او خارج لبنان عم تتابعونا برحلتنا بتعرفوا بلبنان ازمه النفايات بعد وما راحت المشكله انه ما في حل ونحن برحلات تشانل لقينا حل والبروجي هو علبه الفرز علبه الفرز لازم تكون بكل بيت لبناني تحتوي على اربع اشياء اغطية نايلون زيت بلاستيك ورق وكرتون وتلك بعدين ما يكون عندكم هذا الكيس ببيتكم وتكبوا برا عملوا شغلة افتحوا وبلشوا فرزوا ورق هيدا احمد حتى الفيديو تبعه على تشانل عملها على اليوتيوب شو اسمها تشانل رحلات تشانل حتى على اليوتيوب اخته قد ما تحمست شافتها وقالت لازم عرفه لاحمد على زافين لازم يطلع على التلفزيون بعثتنا هالفيديو مرحبا انا نور وحابة اعرفكم على خي احمد احمد عمره 12 سنه ومن هو صغير بحب التي في بحب الاعلام دائما بيعمل معنا مقابلات وانترفيوز وبعدين صار ينزل على الشارع يحكي مع العالم صار يحضر ريبورتاجات عن مواضيع يعمل ريسيرش على الانترنت انا كثير حابه انه احمد يتعرف على زافان ويطلع معه على بلاتو السيره نور صورت هذا الفيديو بعثت لي على التليفون البرنامج الخط الساخن 7106111 على الواتساب انا من وراء هذا الفيديو فتت على اليوتيوب تعرفت على احمد وعزمته لاحمد اليوم ليكون نجم حلقتنا وبما انه عباله يتعرف كيف بيشتغلوا بالتلفزيون عم يعمل قناه هو منه لحاله شوف كيف نحن بنشتغل على التلفزيون وراح اتعرف على احمد الاسبوع المقبل بالحلقه الجديده من بلا طول سيره الى اللقاء